معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من باريس السياسي العراقي سيد أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير. إذا مع صراع الشركاء العملية السياسية على نتائج الانتخابات وتكوين الحكومة المقبلة، ألا تعتقد أن العراق أصبح يدخل ضمن صراعات الدول الإقليمية وأجنداتها التي لا تخضع للإرادة الوطنية؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. حياك الله. يبدو المشهد السياسي الآن أكثر وضوحا بما يحدث من تحالفات واهمة وواهية لا يصدقها العراقيون، إنها تحالفات يعني لن تجد لها الطريق للنجاح، لأنها تحالفات لها الكثير من يعني المشاكل الخارجية، وكما تفضلتم في تقريركم وفي كلامكم قبل قليل، هناك صراع يتأثر منه العراق عن طريق إيران التي يعني وصلت إلى عمق المؤسسات السياسية العراقية، وكذلك المشهد السياسي العراقي بما حدث في الشارع العراقي. يعني هذه النقطة أيضا ستساعد على يعني تعقيد ما يحلم به أمراء هذه الأحزاب التي تريد يعني الوصول مرة ثانية إلى السلطة. هناك مشكلتان رئيسيتان، هما أولا عدم شرعية الانتخابات بعد تزويرها، سوف تعقد المشهد السياسي وسوف لا تعطي الفرصة لإيجاد حل لحكومة عراقية وكما يحلم بها البعض. الشيء الثاني هو تطور الصراع الأمريكي الإيراني والعراق، وكما يعلم العراقيون العراق هو يعني الأرض التي يتصارع عليها الأمريكان مع إيران في يعني الأجندة الإقليمية. إذن أنا في نظري ما يحلم به العراقيون الأحزاب العراقية بوجود حل لوجود الكتلة الأكبر سوف يعني يبقى طويلا ولن يرى النور بهذه السهولة التي تنقلها علينا وكالات الأنباء العراقية والإقليمية. طيب، يعني ما تأثير هذا الصراع الأمريكي الإيراني والإقليمي عموما في نزاهة المفوضية المنوط بها أن تفصل في الجدل الدائر بشأن نتائج الانتخابات والتي قطعها كما تعلمون نحو 80% من الشعب العراقي؟ شيء طبيعي. هنا سوف يعني نرى ما يعني قوة التأثير الأمريكي داخل هذه المفوضية. إذا كان هناك تأثير أمريكي وكما يشاع بأن أمريكا هي لها يد الطولة في العراق، أنا في نظري أن الأمور سوف يعني تنجر إلى صالح الأحزاب التي يعني تريدها أمريكا في العراق. ولكن المسألة والعملية السياسية لحد هذه اللحظة متوقفة، وكما اعتقدت بها منذ مدة أن العملية السياسية متوقفة، ولو أن الأحزاب تحاول أن تجد حل للوصول إلى الكتلة الأكبر، العملية السياسية متوقفة لأن الصراع الأمريكي الإيراني قد دخل إلى مرحلة لا يسمح باستمرار هذه العملية. كنا قبل نرى توافق أمريكي إيراني يسمح للعملية السياسية أن تدار بالشكل الذي نراه، ولكن الآن التعقيدات وصلت إلى مرحلة. ما نراه الآن من وصول المندوب الأمريكي في العراق، ما رأيناه من وصول الميليشياوي سليماني إلى مدينة النجف، يثبت بأن هناك يعني مشكلة معقدة يراد الوصول إلى حل بها، ولكن الحل لن يكون بعصا سحرية. ولكن أنا في نظري المشكلة ستبقى لمدة غير معلوم من الزمن، وليس هناك أي أمل في وجود اتفاق بين هذه الأحزاب، لأن الأحزاب تكذب ولا تقول الحقيقة. يعني كيف ترى إذن مشروع الحكومة المقبلة؟ هل سيكون مرهونا بتوافقات بين مبعوث ترامب ماكغورغ وممثل طهران قاسم سليماني حسب ما تقول صحيفة الحياة؟ أنا لا أعتقد بأن الأمريكان سيعني ينحازون إلى حل مع إيران للوصول إلى حل للعملية السياسية في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أقول الولايات المتحدة وليس أوروبا، هناك يعني تضامن شبه تضامن أوروبي مع إيران في خصوص سياستها في الشرق الأوسط، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنتها رسميا بأنها تريد أن
يعني أن تدفع إيران خارج المناطق الإقليمية التي احتلتها، وما يعني يثبت على ذلك هو ما قاله هو السيد وزير الخارجية الأمريكي قبل يومين، عندما قال يعني يجب عمل المستطاع لعزل إيران ولجعلها غير يعني مؤذية في منطقة الشرق الأوسط. يعني المشكلة بقت على ما يعني تؤول عليه المبادرة الأمريكية لعزل إيران وعزل إيران عن العراق. أنا في نظري هي المشكلة الأولى لأمريكا، لأن لإيران حدود طويلة مع العراق، ولأن لإيران عملاء في العراق. ولكن أنا في نظري قد يجر هذا إلى يعني تفاعل أقدر أن أقول عسكري، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تنجح عقوباتها في العراق إذا يعني أصبح الوضع كما في السابق، أي وجود أحزاب تخدم إيران في الخفية وفي العلن. السياسي العراقي السيد أمير المفرجي عبر سكاب من باريس، شكرا جزيلا لك.